مساء الخير، مساء السينما وحب السينما وعشق السينما. أرحب بكم بالحضور الكريم وبمشاهدينا الكرام، ونرحب جميعا بأعضاء لجنة التحكيم، رئيس لجنة التحكيم الأستاذ فؤاد سويبة ويحيى السعيدي، تحت ثقتكم. ونرحب أيضا بالسيدة أسماء الغماري، تحت ثقتكم دائما. أرحب بكم الحضور الكريم ومشاهدينا الكرام إلى حفل اختتام فعاليات الدورة 11 لمهرجان مكنسة الدولي لسينما الشباب تحت شعار السينما والوباء. هذه الدورة كانت استثنائية، عشناها افتراضيا من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالمهرجان عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيستيفال انترناسيونال دو سينما دي جون مكنس. وتابعنا من خلال هذه المنصة الورشات، الندوات، لماستر كلاس وجميع فعاليات المهرجان. واليوم نصل إلى ختام أو حفل الاختتام الذي سنعلن من خلاله على جوائز المهرجان. جائزات لجنة التحكيم الخاصة، جائزات أحسن سيناريو، جائزات أحسن إخراج، جائزات أحسن فيلم وثائقي، جائزة الكبرى، وجائزة صلاح الدين الغماري للإبداع. لكن قبل ذلك أنادي على الرئيس المؤسس للمهرجان الأستاذ أحمد الحبيب بالمهدي، تحت ثقتكم. شكرا الأخت بسمة. لماذا أشكرها في البداية؟ لأن دائما كما قلت في بداية أو في حفل الافتتاح قلت أننا نراهن على الشباب، وأعتقد على أنها هي الأولى كذلك شابة تحاول أن تبسم حضورها معنا في هذا المهرجان. شكرا مرة أخرى الأخت بسمة. أيها الحضور الكريم، إذن أول شيء سأقوم به هو أن أقول لكم شكرا لكم أيها الشباب، شكرا لحضوركم سواء بالنسبة لهذه الزمرة من الحضور وهي حضورية في قاعة سينمائية، أكرر على قاعة سينمائية في زمن كورونا، وكذلك أشكر محبي المهرجان الافتراضيين الذين لا أخفيكم سرا أنني كنت هذا الصباح سعيدا وأن الأستاذ أنس شهاب مدير المهرجان يعطيني هذا الخبر، خبر على أن أكثر من 67 ألف متابعة، وهذا شيء يعني لحد الساعة شيء جميل. كذلك سعيد جدا، قبل قليل كنا في ندوة رقمية عالمية بكل المقاييس مع مختلف الفاعلين السينمائيين. كان هناك رئيس لجنة التحكيم الدكتور فؤاد سويبة الذي أرحب به مرة أخرى، حاضر معنا وهذا شيء جميل كذلك. وأرحب كذلك بعضو لجنة التحكيم الأستاذ يحيى السعيدي، شكرا. نعم يحيى السعيدي. إذن في زمن كورونا يعني جوج ديال الرئيس وهو راه كيكونوا فيه جوج، ياك كيكونوا نعم أستاذ، ياك الرئيس راه كيكونوا فيه جوج، ويحيى السعيدي ثلاثة، وعندنا في لجنة التحكيم ستة، عندنا 50%. إذن هذا شيء جميل. وعندنا كذلك الأخت أسماء الغماري وهي التي ستسلم جائزة صلاح الدين الغماري
ليس بطبيعة الحال على أنها يعني أخت صلاح الدين فقط، ولكن هي كذلك بدأت معنا نسخ المهرجان الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، والسادسة ولأسباب صحية منعتها من متابعة النشاط ديالها معنا في جمعية نادي السينما والتوثيق والإعلام. أنا اليوم حتى لو كانت عندي كلمات لا أقولها، لأنني الآن في مشارف نهاية ماذا المهرجان، 5 أيام، وهذا شيء من العمل والكد. ولاحظت خلية النخل في مؤسسة إنجي، ولاحظت كذلك الإخوان من مختلف أنحاء المغرب يساندوننا ويبعثون لنا بالكثير من التعليقات وبالكثير من الأنشطة وكثيرا من النقد كذلك. لا نخاف، لأن النقد هو يسبب كذلك حوافز لتتميم مهرجان مستقبلي آخر. لا أخفيكم سرا كذلك أننا حققنا حضور لمخرج أقول في الندوة، مخرج عربي، وهو أول، أقول وأكرر، أول عربي مخرج مسلم يكون في هوليود، وهو وجه لكم، ونتمنى لما شافش الفيديو يعاود يرجع له ويشوف داك التوجيهات اللي قال الشباب، لأنه قلت له خصك ديرنا كلمة للشباب، وخلك نتوما اللي خصكم تاخذوا المشعل. وبالفعل فهو راه هذا سي اياد حجاج، هذا مخرج فلسطيني، هو الوحيد اقول واكرر في هوليود، وهو وراه قالها هو السفير ديال الامه العربيه والاسلاميه في مهرجان هوليود، بل هو يسكن في لوس انجلوس، اليوم خاطبنا من لوس انجلوس. كذلك أتوجه بالشكر الجزيل لأخت لم تظهر في الصورة، كان بإمكانها أن تكون معنا في الندوة، ولكن لأسباب مهنية تعذر عليها، ولكنها تشتغل معنا منذ زمان. الأستاذة المحترمة مبروكة، الأستاذة مبروكة معروفة، هذه مخرجة تونسية ورئيسة فرع للتوزيع في مونريال، وهذه الأخت لها موقع سينمائي متميز سينماكم، وقد قام بمجهود كبير في التعريف بالمهرجان، بل بإشعاع مدينة مكناس، وندعوكم للدخول إلى هذا الموقع، ستجدون أن مدينة مكناس حاضرة وحاضرة بقوة. على صعيد التنظيم أو على صعيد بعض الأشياء، لا أخفيكم كذلك سرا على أننا كنا نتعلم، لأن أول مرة نقدم على مهرجان رقمي، وكان علينا، ولكن الحمد لله وفقنا عندما يعني حاولنا أن يكون في الافتتاح في قاعة سينمائية والاختتام في قاعة سينمائية. هذا شيء وهذا مكسب. مرة أخرى أشكر شباب إنجي، وأشكر الأستاذ أناس شهاب المدير الذي لم يتسع فقط للملاحظات، ولكنه بذل جهدا كبيرا في إضفاء كثير من الأشياء للمهرجان. أتمنى إن شاء الله فيما بعد أن يكون التعاون مدى أكثر. للذين ينتظروننا يعني في كما يقولون في المنعرج، هذه كلمة معروفة عند الثقافة الأنجليزية، الذين ينتظروننا في المنعرج لكي عينونا في الدرة، سأقول لهم بيت شعري شهير جدا لأبي القاسم شبيك: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. شكرا لك. شكرا الرئيس المؤسس للمهرجان الدولي لسينما الشباب بمكناس الأستاذ أحمد الحبيب المهدي. تصفيقاتكم. لا شيء صعب بالنسبة للشباب، هي مقولة الفيلسوف سقراط. لذا فالمهرجان الدولي لسينما الشباب بمكناس من الشباب إلى الشباب، وعلى رأس هؤلاء الشباب مدير المهرجان الأستاذ أنس شهاب، أدعوه لإلقاء الكلمة بالمناسبة. تحت ثقتكم.